كمان في المعرض امبارح كان في ندوة بعنوان الخطاب الديني في مصر، دي طبعا كانت بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. الندوة دي كانت بتحتفي بإصدار 200 عدد من سلسلة رؤية، واللي مش بس بتقدم محتوى ديني معتدل لكن كمان بتتناول مواضيع متنوعة زي علم المصريات والحوار مع الآخر وأيضا قضايا المرأة. بالتعاون كامل وانسجام كامل حتى على مستوى الأداء الوظيفي والفئات المكملة، وكما أوجه الشكر للسادة الكتاب الذين سنكرمهم اليوم أو لزملائهم الذين إن شاء الله يكرمون في نقاط أخرى ويكرمون بما كتبوا. في أولى ندوات هذا المعرض يأتي الاحتفاء والاحتفال بإصدار أكثر من 200 عدد من سلسلة رؤية ورؤية للنشر ورؤية المترجمة التي تعد واحدة من أفضل السلاسل في مجال الفكر الديني، بل أؤكد أنها ربما أفضل سلسلة في مجال الفكر الديني الوسطي في القرن 21، ومنها انبثق العديد من المشاريع، منها موسوعة رؤية التي أنتجتها الهيئة العامة أو أصدرتها الهيئة العامة للكتاب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. والحقيقة كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه الكبير لبناء وعي ديني وثقافي ووطني رشيد، فكل نقطة وعي توفي نقطة دم. الجماعات المتطرفة والمتشددة عندما شوهت المفاهيم الصحيحة وأربكت الناس واختطفت الشباب دفعت الدولة المصرية ودفع العالم ثمنا غاليا، كما أكد سيادة الرئيس في حديثه في أكثر من مرة، وكما يحدث من الدول التي مزقت بسبب الفكر الإرهابي والفكر المتطرف. نحن نحمي ديننا ونحمي وطننا ونحمي أمتنا ونحمي الإنسانية من شر التطرف بتفكيك الفكر المتطرف.